الوغ صعوبه التعلم هي الصعوبات اللي تتكون في واحد المهاره من مهارات التعلم البيداغوجيه اللي هي سواء الكتابه ولا القرايه ولا الحساب ولا الخط ولا لو لونغاج يعني الهضره الفهم ديال الكلام والفهم ديال لي كونسين ولا التعبير. الوغ كاع لي زانفون عندهم حقهم والنسبه ديال القدره ديالهم باش يتعلموا. دونك كاين اطفال تشخصوا وتعطات لهم فرص وقدروا يتعلموا يعني يعيشوا حياه عاديه، وكاين اطفال اللي مساكن مارجيناليزي واتيكتي على انهم كسالى الوغ كو ما كاينش طفل كسول. دونك خاصنا نعرفوا الا كان لاحظنا ان بون هذا الميساج بالنسبه للاساتذه، الا لاحظوا في القسم ديالهم كاين واحد الطفل اللي هو il n'est pas intéressé par les activités ولا ما تيبغيش يخدم ولا ما تيبغيش يركز ولا داير البساله في القسم ولا هذا، يحاولوا يستدعوا الوالدين ديالو ويحاولوا يحلوا هذا يعني il rapporte ce qu'il voit لهذاك لي بارون ويعرضوه على اخصائيين، يعني لي بارون يعرضوا وليداتهم على اخصائيين باش نعرفوا علاش هاد الطفل عنده هاد لو كومبورتمون ولا علاش ما باغيش يقرا. مي يا با دو طفل كسول، هما اطفال اللي تكون الحياه العاديه ديالهم كتمشي بطريقه طبيعيه جدا، ما عنده حتى شي مشكل في لافي كوتيديان ديالو. سي سون دي زونفون نورمو دايور اللي عندهم لانتيليجنس ديالهم تتكون طبيعيه جدا ولا ما فوق الطبيعيه، و كيكونوا زعما بحال دابا في لي زاكتيفيتي اكسترا سكولير يديروا هذا كيكونوا تري ايبانوي كيكونوا مزيانين. مي فاش كتوصل المهارات ديال القسم هنا كيبداو لي اضطرابات، يعني كيكون ما كيحفظش مزيان ولا ما تيفهمش ولا اكزاكتومون. الوغ كاين اطفال اللي ما كيقدروش يحفظوا يعني كيكون عندهم مشكل في الذاكره، كاين اطفال اللي ما تيقدروش يفهموا، وهنا سي ان بروبليم دو لونغاج يعني ما تيقدروش يحلوا هذاك الشيء اللي لا كونسين اللي تعطات لهم ولا هذاك الكلمه اللي تعطات لهم وينسقوها مع هذاك الشيء اللي خاصهم يطبقوه. داكور سي تادير انتر الفهم والتطبيق. كاين اطفال اللي عندهم مشكل في الادراك دونك فمني كنهضروا على الادراك كنهضروا على الفهم، وكذلك في التركيز. تادير كتلقى هذا الطفل هذا في المدرسه يجي غوت في القسم تينقز من بلاصه لبلاصه ولا غادي يدير البسالات باش يديرونجي زعما الاصدقاء ديالو، غتلقاه اوسي يقدر يكون منطوي على راسو بزاف تادير ما عندوش صحاب حيت كاع الوليدات كيقولوا عليه كسول ولا ما تيخدمش مزيان ولا هذا، دونك دوكو كيفضل يبقى بوحديتو باش ما يكونش يعني اتيكتي من صحابو. كاين او كونترير الوليدات اللي كيبقاو يفرقوا الادوات ديالهم باش يتصاحبوا حيت جوستمون بون في ان سارتان اج لي زونفون كيكونوا كوميم شي شويه قاصحين مع بعضياتهم، دونك الا كان شي واحد فيهم عنده مستوى ناقص كيرجعوه ليكار. اي دونك هنا تنشوفوا هاد الوليدات هادو كيديروا لي مانز لي بي، كيفرقوا الكوتي ديالهم، كيفرقوا لا تروس ديالهم، كيعطيو كيديو من الدار حوايج وكيعطيوها للوليدات باش يتصاحبوا معاهم. دونك هنا تشوفوا دي كومبورتمون ديال لي زونفون كي ريكلام دو لاد اي بغاو يفرضوا الوجود ديالهم في القسم حيت ما قدروش يفرضوه بالقرايه ديالهم تيفرضوه بحاجه اخرى. الوغ لي نبغيو نقولوا لي بارون اللي تيقراو مع وليداتهم في الدار وكيلاحظوا ان وليداتهم ما تيركزوش ولا مشطونين ولا ما كيقدروش يحفظوا ولا ما تيكتبوش مزيان ولا ما تيقراوش مزيان ايتترا، يسولوا عليهم في المدرسه كيفاش دايرين باش نعرفوا واش هادشي كاين هي في الدار ولا كاين ميم ا ليكول. الوغ سي ميم ا ليكول اون لا ميم شوز خصنا نعرضوا الاطفال ديالنا على اخصائيين ديال لو لونغاج اللي هما لي اورتوفونيست. اي دونك فوالا نبداو لا بروميير بروسيدور ونشوفوا واش عندنا اضطراب خاص ولا كاين غير بعض التراكمات، يمكن غير واحد المرحله ديال التعلم ما داشت مزيانه ولا بعض الدروس ما دازوش مزيانين، نقدروا نعاونوه بدروس داعم ولا شي حاجه. من الا كانوا صعوبات خاصه اللي تنهضروا على لي تروبل ديس اسمو لا خاصو ولا بدا علاج من اخصائيين اللي غادي يواكبوه في الدراسه ديالو.